الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بإلهة ونفس عدد ما وساوي الله. اللهم إنا عبيد بنو عبيدك، بنو إمائك في قبضتك، نواصينا بيدك، ماض بنا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. واجعله مؤنسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم العرض عليك، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. واجعله شفاء لأسقامنا الظاهرة والباطنة بفضلك ورحمتك يا رب. نتوجه إليك برحمتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستغيث يا رب أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتلهمنا رشدنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلم بنا مسالك أهل الجذب. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين. أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ورافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأولي رحمنا ولذريتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين، ونخص من بينهم أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا وآل بيت نبينا وكل من أجريت الخير على يديه إلينا يا رب العالمين، وكل من أساء إلينا من المسلمين ندعوك له كما دعونا لأنفسنا، وكل من أسأنا إليه من المسلمين ندعوك إليه وله كما دعوناك لأنفسنا وأشهد. اللهم ردهم عنا يا رب العالمين، اللهم ردهم عنا ولا تجعل لهم تبعة علينا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، انتهينا بالأمس من الحديث الأربعين في الجزء الأول من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها لسيدنا الإمام الحافظ الحجة سيدنا أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء كتبه وزوار مقامه في الدارين أمين. وكان الحديث الأربعين يبحث حول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا هؤلاء 7، منهم الإمام العادل، ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ومنهم الرجلان الذين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومنهم الرجل العفيف الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومنهم الذي يخفي صدقته فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم أيضا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية مولاه. هؤلاء 7 لما جمع علماء السنة الأحاديث من مختلف كتب الحديث فوجدوا أن الخصال الموجبة للظلال ليست هذه 7 فقط، بل هذه هي المشهورة، ولكن هناك خصال أخرى وخلال أخرى موجبة للظلال. وقد جمعها الإمام ابن حجر في كتاب، وجمعها الإمام السيوطي في كتابين، وجمعها كثير من العلماء. ونريد اليوم أن نقرأ عليكم بعض هذه الخصال غير 7، لعلك تتمسك بواحدة منها أو بأكثر من واحدة، والله الموفق.
نقرأها كما جمعها الإمام القسطلاني على شرحه في كتاب صحيح الإمام البخاري تعليقا على هذا الحديث، أوردها فوصلت حوالي 90 خصلة بما فيهم السبعة. فبيقول الإمام القسطلاني رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، هذا في المجلد 3 من كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري الإمام القسطلاني، في المجلد 3 صفحة 25 المطبعة الكبرى الأميرية، اللي هي طبعة المطبعة الأميرية اللي فيها على هامشها شرح صحيح مسلم بشرح النووي، عشان ايه تعرف توصل لها، يعني لو كان عندك الكتاب في مكتبتك تقدر توصلها بسهولة. بيقول هنا وفي جزء ابي الهرثمية، دي اجزاء حديثية نادرة يعني اللي يطلع عليها اروها في المخطوطات يمكن لم تطبع بعد، من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه زيادة، خصلة 8 وهي رجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم وفي لفظ أدبارهم حتى نجوا ونجا أو استشهد. ده برضو من ضمن من يكون في ظل إيه الله يوم القيامة، اللي هو يحمي ظهر المسلمين عندما ينكشفوا أمام الأعداء، دي خصلة حماية المسلمين وظهور المسلمين عند انكشافهم أمام الأعداء، سواء حماهم ونجي أو حماهم واستشهد، هو في الحالتين كسبان. ولعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه، الإمام أحمد له مسند مشهور حوالي 28,000 حديث مكسور، جاء ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد عمل زوائد على مسند أبيه بمرويات عن أبيه لم يثبتها أبيه في مسنده، فسموها زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه. ففي الزوائد دي، في زوائد الزهد لأبيه عن سلمان 10 و11، رجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة، يعني مؤذن، ما هو المؤذن ده قاعد ايه طول النهار ماسك الساعة ويفتح باب الجامع قبل الأذان بشوية ويستعد علشان يأذن، فبيراعي حال حركة الشمس يعني مواقيت الصلاة، إما مؤذن وإما محافظ على صلواته في أول وقته، الاثنين دول تلاقيهم بيراعوا قوي، شوف الساعة كام، المغرب ابدا ولا لا يسأل اللي حواليه، العصر ابدا ولا لا بيسأل الناس اللي حواليه، على طول كده متابع عشان عايز يلحق. يبقى اللي فيه هذه الخصلة المحافظة على مواقيت الصلاة والصلاة لميقاتها في أولها، دي برضو إيه من الخصال الموجبة للظلال. ورجل الخصلة اللي هي إيه 11، ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم. دي خصلة حلوة وغالية وصعب تجدها، الناس طول النهار برابندات تتكلم حاجة مش عارفين نسكتهم، ولا انت عارف حتى تسكت نفسك بعلم وبغير علم، لدرجة ان هو حتى يشيع الايه الاشاعات الكاذبة، لان كفى بالمرء ايه كاذبا ان يحدث بكل ما سمع، لان مش كل حاجة سمعتها حصلت، فما فيش داعي انك انت كل حاجة سمعتها تولى، لان قد لا تكون حدثت ويكون اللي بلغك بيبالغ في الأمر وليس الأمر على حقيقته. فعلى شكل إذا تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم، والحلم يقصد بالعقل والصبر على كلام الآخرين، يعني ممكن واحد يسوء إليك، أما يسيء إليك تلاقي نفسك إيه عندها شهوة إنك ترد وإنك أنت تنتقم وإنك أنت تسيء إليك ما أساء إليك، لا التاني ده بقى يوم يسكت عن حلم، باب أعرض عن الجاهلين، يبقى دي من الخصال الموجبة للخلال، من الخلال الموجبة للظلال.
إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت عن حلم. يقول بقى إيه؟ إن ثبت عن سلمان، لأن هو روى القصتين دول عن سلمان موقوف، عن سلمان الفارسي موقوف، فبيقول لو ثبت عن سلمان موقوفا فده لا يعلمه سلمان إلا بالوحي، فله حكم المرفوع. واضح؟ عشان كده يبقى له حكم المرفوع، لأنه هو هيعرف منين إن في الآخرة اللي يعمل كده يبقى ليه إيه؟ يبقى في ظل عرش الرحمن. مش ما هو هيعرف دي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طالما حتى ولو قالها وما رفعهاش للنبي فلا حكم المرفوع. واضح؟ وفي كامل ابن عدي عن أنس مرفوعا، مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي. ثانية عشر، خصلة الثانية عشر، رجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا. يبقى تاجر بيشتري ويبيع وكلامه الصدق، تقول له أنا عايز أحسن نوع في الحاجة الفلانية يقول لك هو ده، وصادق مش بيغش، ودول نادرين قليل ما هم، مش كده برضو؟ لأن خد بالك إن التاجر الصدوق الأمين ده من صعوبة هذه الخصلة في التجار، يقول لك مع الصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، يعني كأنه ولي، يعني الصادق التاجر الصدوق الأمين ده ولي من أولياء الله، يعني يبلغ درجة الولاية بهذا. فعلشان كده يقول لك تاجر من ضمن الخصال الموجبة للظلال، رجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا. وفي مسلم عن أبي اليسر رفعه ثالثة، ثالثة عشر ورابع عشر، من أنظر معسرا، يعني أنت سلفت واحد دين لأنه محتاج واتفقت معاك إنه هو هيرده لك السنة الجاية في الشهر الفلاني، جاء الشهر الفلاني فطلبته بالتليفون، أنت فاكر الميعاد؟ قال آه فاكر، بس أنا معلش معذور السنة دي. قال له خلاص يا سيدي هندي لك فرصة سنة كمان. هو ده يبقى من الخصال الموجبة للظلم، مش يقول له أنت نصاب يا مجرم، أنت جاي تضحك عليا وأنا ما يضحكش عليا ويعمل، لا، ربنا بيقول إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني ده أمر واجب، اللي في عسرة الواجب على المسلم إنه يعمل إيه؟ ينظره. طب والأحلى؟ يبريه، إبرة المعسر، إبراء المعسر أعلى وإن كان هو السنة، ودي من الخصال اللي تلاقي السنة تسبق الفرض. انذار المعسر فرض، وإبراء المعسر سنة، وإبراء المعسر أفضل من انذار المعسر. يبري يعني إيه؟ إما يبري كلية، يا إما يقول له طب أنت حضرت كم المبلغ؟ هو واخد منك مثلا 20 أو 30 ألف جنيه، يقول لك والله اللي جاهز معايا دلوقتي 2000، يقول له خلاص يا سيدي عدي عليا 2000 ومسامحك في الباقي. ده إبراء جزئي. فهمت بقى؟ يبقى قد يكون الإبراء كلي يبري تماما، أو يبري جزئيا، زي ما الرسول قال إيه لكعب، ضع عنه الشطر، كان بيتخانق مع واحد مستلف منه، أدي والتاني ما أديش، سمع الخناقة دي سيدنا رسول الله في حجراته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه اقبل منه وضع الشطر، يعني إيه؟ يعني سامحه في النص وخد النص وخلاص، والحكاية سهلة. يوم ربنا هذه الخصلة دي قليل من الناس اللي يعملوها، لكنها موجبة للظلال، انذار المعسر ويبقى من باب أولى إبرائه. من أنذر معسرا أو وضع له، وضع له يعني إيه؟ يعني إبراء كلي أو جزئي، وضع كل الدين أو بعض الدين، كل دي من الخصال الموجبة للظلال. كل ده هتلاقيه وانت قاعد تقرا القران، على فكره لو انت ماشي بالقران هتعمل كل الخصال وانت مش واخد بالك، يعني انت مرتب مخك فنظيره الى ميسره، مش كده؟ او ميسره قراءه نافع، فنظيره الى، فان كان ذو عسره فنظيره الى ميسره او ميسره. طب ما انت حافظ سوره البقره، طب ما بتعملش ليه بيها وقت ما جاء احتياجك ليها؟ لأن في ناس حافظة القرآن بغبغان وخلاص، اضبطوا على محطة القرآن الكريم يتكلم ما يغلطش. طب يخرج بقى في التعامل مع الناس، لا قرآن ولا إنجيل ولا توراة بقى،
خلاص قاعد ايه يعك في الدنيا. حرام او ده القرآن يبقى حج عليه يهين، يشهد عليه مش يشهد معاه. وسبق في باب من جلس في المسجد من كتاب الصلاة، الحكاية دي كتاب من جلس في المسجد اللي هو الرجل ايه المدين اللي جلس في المسجد ودخل عليه كعب وادخله، النبي قال له ضع عنه واقبل الباب اللي هو بيحيلك إليه. ولعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند مسند أبيه، عن عثمان رفعه 15 أو ترك الغارم. ترك الغارم يعني إيه؟ يعني إبراءه بالكلية، يبقى وضع عنه، وضع عنه الجزء أو أنظره. يبقى عندنا في الدين ده ثلاث صفات لو عملتها مع المدين، مع المدين ما هو في المدين ده اللي هو إيه الدين ركبه، والدائن اللي هو صاحب الدين اللي هو عايز ياخده، لأن في ناس بتتلخبط. طيب المدين ده بقى عندك إحدى ثلاث خلال تعملها معاه تستوجب الظلال، إما تنظره تأجل معاه أو تضع بعض الدين، ودي الخصلة الثانية، وأعلاها إنك تبريه بالكامل، إبراء تماما، واضح؟ اللي هي أو ترك الغارم، أو ترك لغارم. ترك لغارم يعني إيه؟ الغارم اللي هو إيه؟ المدين يعني. مش ربنا بيقول والغارمين؟ يعني من ضمن مصارف الزكاة الغارمين، اللي عليه دين وعجز عن سداده، ده من ضمن مصارف الزكاة، تديله عشان يسدد دينه. وفي الأوسط عن شداد بن أوس، الأوسط يعني الطبراني في الأوسط، عن شداد بن أوس عن أبيه 16 خصلة يعني 16، من أنظر معسر أو تصدق عليه. لا يعني هو ثم لسه قال من أنظر جايب الزيادة بقى، أو تصدق عليه، يعني مش كده بس، ده هو خد منك وجاي لك مش عارف يسدد يعتذر، تقوم تقول له ايه طب خد دول كمان، يعني مش تنظره بس ولا تبريه ولا تضع البعض، لا ده انت بتديله تاني. يبقى انت عندك مع المدين المعسر ده اربع خصالات، اول خصلة تنظره، تاني خصلة تضع البعض، تالت خصلة تضع الكل، رابع خصلة تتصدق عليه. كل دي خصال توجب الظلال. وفي الأوسط أيضا عن جابر 17 أو أعان أخرق. أعان أخرق يعني إيه؟ يعني واحد لا يحسن صنعة، تقوم تعينه إنه يتكسب رزقه بطريقة دون أن يتكفف الناس، تعمل له كشك مثلا يبيع فيه، لأن أنت راجل ليك وجاهة مثلا في المنطقة بتاعتك، وتقدر أنك أنت تروح تخلص له عند رئيس الحي وعند مش عارف مين بترخيص، وتعمل له كشك وتملاه له بضاعة وتقعدوا فيه يبيع ويشتري، بدل ما هو يقف على باب المسجد كل اللي داخل وخارج ياخد منه صدقات. يبقى انت أعنت هذا الأخرق الذي لا يجيد صنعة على اكتساب رزق بطريقة حلال وبطريقة فيها كرامة. والصور إعانة الأخرق دي كتير، ممكن واحد يبقى عنده مصنع مثلا ومش محتاج موظف عنه، وشايف واحد قعدته للنهار كده ما بيشتغلش، يقول له بتشتغلش ليه؟ يقول له أنا أصلي عطلان ومش لاقي شغله وعندي عيال وبتاع، يقول لك طب تعالى لي بكره في المصنع هشغلك. يشغله مش محتاج شغل، بس علشان يكتب له يجيب له باب رزق، او ده برضه أعانة أخرق. وعند احمد والحاكم في صحيحه وعبد وابن ابي شيبه عن سهل بن حنيف 18 و19 و20، ال18 من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته. المكاتب دلوقتي مش موجود، عبد بيشتري نفسه من سيده ويعمل عقد يشتري نفسه من سيده بأقساط. المكاتب ده لو قدرش يدفع أقساطه تيجي أنت إيه تدفع أقساطه. أو غارما في عسرته،
يعني انت عارف ان الراجل ده الديون ركبته، انت مش عايز منه، ده انت عارف، بس يعني الديون ده مش ليك، ده هو جارك وانت عارف ان هو مديون، اشترى عربيه بالقسط عشان يشغلها تاكسي مثلا، فايه فما عرفش يدفع اقساطها فركبته الديون، وانت عارف الحكايه دي عنه مثلا، فتروح انت تعينه بقى، تدي له مرتب شهري، تدفع له الاقساط المتاخره، تعمل له اي حاجه، او عجز عن سداد مثلا ايجار شقته ويكاد هي صاحب البيت ان هو يطرده وهيبقى عايش في الشارع، تقوم انت تعينه، يبقى من اعان ايه غارما في عسرته او مكاتبا في ركبته او مجاهدا في سبيل الله، يعني واحد خارج يجاهد في سبيل الله تقوم تعينه، تدي له بعض التجهيزات، او تقول له روح انت جاهد وانا هصرف على اسرتك لحد ما ترجع، او اي شيء من هذا النوع. وعند الضياف المختار عن عمر بن الخطاب 21: من أظل رأس غاز؟ يعني حتى وانتم ماشيين كده في الحرب مع بعض، لقيت الشمس حامية وانت معك شمسية واللي جنبك معهوش، تقوم تحطها في النص عشان تغطي راسك وراسك. ودي يمكن بنعملها واحنا في الحج كتير، يعني المسلمين بيعملوها بالسليقة على فكرة، هم في الحج تلاقي واحد معاه شمسية ورافعها كده، وكم واحد ماشيين في الشمس ايه معهمش الشمسية، يوم ايه يلزق فيهم ويعملها كده عشان تظللهم معاه، بيعملها كده بايه بطيابة الانسانية العادية، لكن ما يعرفش ان دي عند الله عظيمة وكبيرة. لما يعرف بقى انها كبيرة عند الله يقوم ايه يواظب على مثل هذه الاشياء. ومن اظل رأس غاز. وعند ابي القاسم التيمي في الترغيب له عن جابر بن عبد الله 22. الثانية والعشرون الوضوء على المكاره، تقوم بقى انت في الفجر كده وتعبان وفي الشتاء وطالع من تحت اللحاف والدنيا برد والحنفية المية نازلة منها يعني ساعة، وتروح متوضي وضوء حلو ونازل على الجامع، او دي تبقى ايه من الخصال الموجبة للظلام. انما التاني الكسول يقولك ليس في النوم تفريط، يروح شادل على اللحاف هو متيقظ، والحديث ده للي نايم مش دريان، انت متيقظ يا وانتج، يعني حتى ليبرر لنفسه تقصيره بحديث النبي يوم يحطه في غير موضعه، هو الحديث صحيح بس استعمله غلط. فايه الوضوء على المكاره، قد يكون في البلاد الحاره الوضوء على المكاره من شده حراره الماء، وقد يكون في البلاد البارده يكون على المكاره من شده بروده الماء، وقد يكون على المكاره لما تبقى في عملك ولابس بقى البدله والكرافته والبنطلون والجزمه والشراب، وتخش بقى عشان تتوضا تقلع الجاكيته وتبقى محتار تعلقها فين، مش دي مكاره برضه من المصاعب، ساعات تخش الميضه ما فيش حتى مسمار، تفضل عامل كده اهو تلف حواليك، تحصل ولا لا تحصل، في ناس ما يقدروش يقفوا الموقف ده، يقول لك اما اروح البيت بقى اتوضا مش مشكله وبصلي، لا ده يخش بقى وبعدين اخيرا يلاقي واحد داخل يقول له اه في مسمار ورا الباب ده، يلاقي مسمار مصدي وعفش وهو جايب البدله جديده وفرحان بيها، يروح برده ماسح المسمار ونضفه معلق الجاكيت، وبعدين ايه يشمر القميص بعد ما جايبه مكوي هيشمره ويتبل ويفرده بقى مكرمش، ما كل دي مكاره برده الواحد بيضايقها، يجي يتوضى لابس الكرافته تدلدل منه في الحوض تتبلد، بعد ما كانت الكرافته حلوه يتبلد، يا دي المصيبه، كل دي مش مكاره؟ مكاره. يجي عايز يغسل رجله وما فيش قبقاب ولا بتاعه، لابس بقى الجزمه والشراب، يشتغل بهلوان، يقلع الجزمه ويقلع الشراب ويقف بطراطيف صوابعه جوه الجزمه وبعدين يغسل ويفضل متعلق كده عشان ينشف رجله ويلبس شراب ويدخلها في الجزمه، حساب علشان يتوضى أهوال يشوف، مش ده كل ده وضوع المكاره؟ دي من الخصال الموجبة للظلام. كل المواقف دي مش بتحصل لنا؟ بتحصل لنا وانت مش واخد بالك ان كده تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الأجر، تفتكرها انها حاجة سهلة كده لكنها عند الله ربنا يقدرها قدر كبير. الوضوع المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر،
وعشان كده اللي يصلي العشاء بجماعه واللي يصلي الفجر بجماعه كمانما فكانما قام الليل. بشر المشاؤون في الظلم بالنور التام يوم القيامه. يبقى ايه المواظبه على صلاه العشاء وصلاه الفجر دي في حد ذاتها من الخصال الايه الموجبه للظلال. واطعام الجائع. يا سلام كده لما عارف انت الام والزوجه في البيت العيال يجوا من المدرسه جعانين يا ماما تقوم ماما تحط لهم ياكل تبقى دي خصال موجبه للظلال. ما بتطعم الجائع ولا ابنها يعني مش انسان يعني مسلم. هي متصوره بقى الست ان الجائع ده لازم يكون راجل غريب انما جوزها لو جائع تتامر عليه. طب ما تطعمي زوجك الجائع اللي جاي من الشغل. ما هي دي من الخصال الموجبه للظلال. العيال جايين من المدرسه ولا من الجامعه يا ماما جعانين استنوا انتوا طول النهار ما بتشبعوش. يعني دي برضو اطعام الجائع دي من الخصال العظيم. ستات البيوت الحمد لله في هذه الخصله شغالين ليل نهار طول النهار قاعدين في المطبخ يطعموا الجائعين. صح ولا لا؟ الجائعين اللي في البيت يعني. ولو كمان ربنا اكرمها تطعم الجائعين اللي خارج البيت كمان. يعني كل دي تزداد بقى ايه ثواب الخصال. والزوج نفسه اللي بينفق والنفقه دي هي جابت بيها الطعام فعامت الجائع ياخد ثواب لانه هو الاولى اللي ساب لها المصروف. ما كانتش العيال تيجي من المدرسه تلاقي اكل. يبقى برضه الزوج اللي حال سايب النفقه للبيت ده بيطعم الجائع. فالحمد لله تلاقي امه النبي كلها في الظلال ان شاء الله. يعني لما تيجي تقرا الخصال كده هتلاقي في الاخر ان امه النبي في الظلال. ومين اللي بره الظلال؟ اللي مش من امه النبي. فأمة النبي دي أمة المرحومة. عشان كده اسمها الأمة المرحومة. درجة إن النبي من كبار الأنبياء سيدنا موسى تمنى أن يقول اللهم اجعلني من أمة أحمد. وعارفين الحديث يعني المشهور. والجائع هنا كمان إيه مش الإنسان وبس ومش المسلم وبس. ده يدخل الحيوان. يدخل الحيوان. ما هو جائع برضه. شوف قد ايه لدرجة ان فيه بغي من بني اسرائيل سقط كلب عطشان ربنا غفر لها كل الزبالة اللي عملتها ودخلها الجنة. معروف القصة معروف وكل حديث في البخاري. يعني شوف قد ايه بقى ربنا. انت اصلك بتعمل اعمال يمكن ما تعرفش العمل اللي انت مش واخد بالك منه ده يمكن هو ده اللي ربنا شايفه. والعمل بقى اللي انت شايفه كده وبتتقالط بيه يمكن ربنا ده عنده ولا حاجة. لأن العمل اللي أنت فاكره يبقى ما ترفعش عند ربك. عارف اللي يترفع عند ربك يترفع كمان من عقلك ومن قلبك تنساه. إنما طول ما أنت عامل حاجة وعدة وذخيرة هتفضل في قلبك دول عشان لما يقابل ربنا أقول له أنا عملت اللي أنت فاكره ده ما ترفعش. إليه يرفع الكلم إيه؟ الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفعه حتى من عقلك. ومن ذكرك ومن قلبك ومن الذكر عند الناس. شوف قد ايه. وعلشان كده الامام الشافعي ده شوف اعماله الصالحه كتيره لحد دلوقتي نقول الشافعي رضي الله عنه. ومذهب منتشر ملايين المسلمين بيتعبدوا الله على فهم الامام الشافعي لشرع الله. يعني مفيش بعد كده بقى يعني بياخد عبادات كل الناس التبع ليه دول. يعني مفيش اعمال زي الامام. أحد تلامذة الإمام الشافعي اللي هو الإمام المرادي هو الربيع الجيزي واحد فيهم شاف الإمام الشافعي في رؤيا بعد وفاته فقال ما فعل الله بك يا إمام؟ قال غفر لي بصلاتي على النبي في كتاب الأم. يعني شوف حاجة دي مقدمة الكتاب. صلى في مقدمة. أي عالم بيألف كتاب يبتدي بالحمد والثناء لله ثم الصلاة على النبي وبعدين يبدأ في موضوع الكتاب. والكتاب الأم ده من الكتب العظيمة اللي لحد دلوقتي بتدرس. بعض الناس بتحفظه زي القرآن كده كتاب الأم ويتباهى يقول لك أنا حافظ الأم كلمة كلمة. يعني عمل إيه؟ يعني عمل ما حدش عارف يحصله. كل الكتاب ده عند الله سبب المغفرة اللي ما شبه مش الكتاب ده اللي عصر فيه خلاصة عمره وذهنه وفقهه ورحلاته لطلب العلم. ده
دي مقدمة قال إيه؟ اللهم صلي صلاة، اللهم صلي على سيدنا أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك، اللي إحنا بنقولها كل إيه؟ هو أول من اخترعها الإمام الشافعي، اخترعها في كتاب الأم، فوقعت عند الله موضع القبول، فكانت سبب لمغفرة الذنوب. فأنت ما تعرفش ربنا هيدخلك الجنة عشان إيه؟ أنت ما تعرفش. وعشان كده تحاول تحرص على كل الأعمال، يقوم إيه؟ تيجي مرة توافق عمل يكون ده سبب دخولك الجنة. واضح؟ أهل بدر عملوا عمل كتير، لكن ربنا دخلهم الجنة ليه؟ علشان حضروا موقعة بدر بس، موقعة خدت جزء من النهار، لكن عمره كلهم كان جهاد مع النبي، وكان أعمال صالحة وقيام ليل وحفظ القرآن وصدقات وإطعام طعام وصيام رمضان. لا، ده هم دخلوا الجنة عشان حضروا الموقعة دي نص يوم وخلاص. فأنت ما تعرفش إن ربنا هيدخلك الجنة على أي عمل، وبالتالي يبقى لازم تحرص على جميع الأعمال، ما تفوتش حاجة. شو اللي أنا كفاك؟ ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، تقول أنا عملت كتير الحمد لله كويس كده، أنا بقى لي 40 سنة بصوم اثنين وخميس، كفاية بقى. قال يعني عمل ال لا، ولا تمنن تستكثر. تقول احنا صلينا النهارده في مسجد الاشراف ورا امام ما بيرحمش، صلى منها جزئين في 10 ركعات، كفايه عليا بقيت رمضان ده كده. لو توزع على الشهر كله الحمد لله باقامه الشهر. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، فاهم؟ لا، احرص على المواظبه وعلى العمل وعلى العباده وعلى الطاعه. تعرفش رضا ربنا هيجي؟ يمكن يجي في سجدة من وسط السجدات دي، فهمت؟ يجي في دعوة من وسط دعوات كتيرة قلتها، وإطعام الجائع. ومعنى الوضوء على المكاره أن يكره الرجل نفسه، أن يكره الرجل نفسه على الوضوء، كما في شدة البرد. وعند الطبراني عن جابر 25: من أطعم الجائع حتى يشبع. من أطعم الجائع حتى يشبع. يعني مثلا مش شرط يكون الجائع على فكره مسكين. يعني افرض انت صديقك في العمل وانتوا قاعدين بتشتغل، وهو معاه فلوس وكل حاجه، يقول لك انا جوعت قوي، استنى بقى ناخد راحه كده ونجيب اكل، تروح انت عازمه، ما انت اطعمت جائع. يعني مش شرط يبقى الجائع ده على فكره مسكين ومفلس، لا، ده ممكن يبقى مطلق. تعزم واحد، مش كتير المسلمين يعزموا بعضهم البعض وقرايبهم، ويقول لهم على فكره يا جماعه انا عازمكم بكره على الغدا، ما تاكلوش من العشاء ولا تفطروا، عشان تجيوا لي ميتين من جوع. تاكل ولازم استحضار النيه في هذا الامر يا استاذنا، ولا يعني مش شرط؟ كل ما استحضر النيه ويبقى ذاكر تبقى حافز ليه انه يواظب على العمل، ولا يكل ولا يمل. لو عملها من غير نيه برضه ياخد الاجر. لو عملها بحسن الخلق العام فياخد ثواب حسن الخلق، ما في حسن الخلق العام دي. لكن لو عملها غافل عن هذا كله، ما يعني ما هو العمل من نيات، يعني قد يأخذ وقد لا يأخذ، يبقى في مشيئة الله بقى. لكن الفقهاء لهم ضوابط، لكن مش بيتألوا على الله. الضوابط الفقهية مش تألي على الله، ده مجرد ضوابط يقول لك لو توفرت الضوابط دي أكيد إن شاء الله ربنا مش هيخيب، لكن ممكن ربنا يخيب ظن الفقيه ويدي للي ما استحضرش. احنا بنقول ايه؟ كل ما تبقى عالم وعندك معلومات تخرج من الخلاف، وتخرج من ايه؟ من الايه؟ من الجهل بالمشيئة. ويقول لك بمشيئة الله، إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء، فهمت إزاي؟ فأنت عايز تخرج بقى من غيب المشيئة إلى وعد الحق في الوحي، يبقى ربنا عند ظن عبده بقى. فلما تعمل الحاجة دي وفي ظنك إن أجرها كده، يقوم ربنا ما يخيبش ظنك، فطبعا أعلى. كل ما تعبد الله بعلم كل ما يبقى أعلى وأحسن. وعند أبي الشيخ في الثواب عن علي رفعه 26: أن سيد التجار، من سيد التجار بقى؟ رجل لزم التجارة التي دل الله عز وجل عليها من الإيمان بالله ورسله وجهاد في سبيله. فمن مش بقى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لازم هذه التجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك في سورة الصف.
كل الناس حافظينها برباند. طب ومين اللي بيستعمل بقى في العمل ويتاجر بهذه التجارة؟ لا ده بيتاجر دلوقتي في المحمول، بيتاجر دلوقتي في البضاعة الصيني، ده بيتاجر دلوقتي مش عارف بيجيب ايه وبيستورد ايه ويبيع ايه ويعمل ايه. طب ومين اللي بيتاجر مع الله؟ يبقى أن سيد التجار رجل لازم التجارة التي دل الله عز وجل عليها من الإيمان بالله ورسله وجهاد في سبيله، فمن لازم البيع والشراء فلا يذم إذا اشترى ولا يحمد إذا باع، وليصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتمنى للمؤمنين الغلاء، فإذا كان كذلك كان كأحد السبعة الذين في ظل العرش. وسنده ضعيف، يعني سند هذا الحديث ضعيف. تمل التجار تشتري الحاجة وتملى المخازن تستنى ما تغلى وبعدين يعرضها، لكن التاجر الرباني لا، ده يعرضها وقت رخصها وما يتمناش انه كان يمسكها حتى تغلى على الناس، لان التاجر الرباني يريد ايه؟ رخص السعر على الناس. وفي الاوسط عن ابي هريرة مرفوعا السابعة والعشرون: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. حسن خلقك، وإحنا محتاجين الوقت، مش بيقول لك المسلمين والمسيحيين إيد واحدة؟ طب ما هو النبي معلمنا الحاجات دي أصلا، مش مستنيها شعارات، دي حياة المسلمين كده. ده احنا اول حديث كنا ناخده من مشايخنا في العلم حديث المسلسل بالاوليه، تيجي تقابل الشيخ اول مقابله اللي هو هيعلمك يعني او يجيزك، يوم ايه؟ يدي لك حديث المسلسل بالاوليه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي روايه ارحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله عز وجل، في روايه كده فيها عز وجل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بسكون الميم، وفي رواية ارحموكم من في السماء، واخد بالك على أساس إنها إخبار، وأخبار الله لا تدخلها النسخ، والله لا يخلف الميعاد. فالمسلمين متربيين على الرحمة أصلا، مش احنا مستنين نستوردها من مواثيق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ايه؟ ده المسلمين أصلا متربيين على الرحمة والشفقة لأنهم أتباع نبي الرحمة، لكن يجوا بقى اعداء المسلمين يخشوا بقى بيننا وبين ايه الطوائف الاخرى عشان يعملوها يعني فتن، ومن خلال الفتن دي يعني يلقوا في اعراض المسلمين واموال المسلمين واراضي المسلمين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكيد لهم وان يكون في نحرهم. اوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأسقيه من حظيرة قدسي وأدنيه من جواري. بحسن الخلق من الإيه؟ من الخلال الموهبة للظلال. حسن الخلق. وفي الأوسط عن جابر مرفوعا: الثامنة والعشرون والتسعة والعشرون: من كفل يتيما أو أرملة. كم ست في بلادنا مثلا جوزها مات وسب لها أولادها أيتام، تقوم إيه؟ تترمل عليهم، ترداش تتجوز وتعيش تربي العيال لحد ما يتخرجوا وتجوزوا. أهديم من الخلال الموجبة للظلال، ودي تجدها في جارتك، وتجدها في إيه؟ في بعض النساء العاملات اللي بتشوفهم، وبعض اقاربك من النساء تجدهم كتير عملوا الحكايه دي، وهم يقول لك ده واجب عليا، ده اولادي هضيعهم، وهي من الخصال الموجبه للذلال. من كفل يتيما او ارمله، او واحد مثلا ايه من العيله لقى ان في واحده ترملت، يوم يعمل لها مرتب شهري، يديها مرتب شهري كده يعينها على ايه؟ على النفقه على الاولاد لحد ما عيالها يكبروا. كل الحاجات دي بتتعمل الحمد لله في وسط المسلمين، بس الناس غفلة عن ان الحاجات دي ارجع عند الله من امضي وأقضي عمرة رمضان في الحرمين، تشوف قد ايه بقى، وارجع عند الله من حجة نافلة، وارجع عند الله من اعمال كثيرة هو يتشوق اليها ويشتاقها ويشتهيها، لان ممكن تبقى العبادة فيها شهوة النفس. وعشان كده يقول لك ايه؟ وراعيها وهي في الاعمال سائمه، وان هي استحلت المرعى فلا تسمي.
يعني ايه؟ ابعد عن العبادات اللي بتدخلها بشهوه نفسك، وادخل في العبادات اللي بتدخلها ونفسك معرضه عنها، صعبه على نفسك. هي دي العبادات اللي ايه؟ اللي ربنا، لانك بتعملها مخالف لنفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعند احمد عن عائشه مرفوعا: الثلاثون والحادية والثانية والثلاثون، ولفظه: أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا سئلوه بذلوه. إذا أعطوا الحق قبلوه. يجي في الإرث الإخوة قاعدين مع بعض، يجي الأخ يقول لأخوه: ده نصيبك. يقول له: بس كده؟ لا، أنا عايز أكتر. يقوم ياخد الحاجة المتميزة ويظلم إخواته، هو ده خارج من لا، يعطى الحق يقبله. فلما هو ده الحق خلاص، أنا عايز الحق. التاني لا، طماع، مش عايز الحق، عايز الفضل. وعايز الفضل ليه؟ مش هو اللي يعمل الناس بالفضل، لا، ده هو عايز يخلي الناس كلها تعامله بالفضل، وهو بقى اللي يعمل الناس بالحق والمستحق. قال يعني بقى بتاع ربنا لما يتعامل مع الناس هو بالحق والمستحق، ما يسيبش باقي. لكن لما يحب ياخد من الناس يقول له: يا اخي انت ما تتفضلش خالص على حاجه، انت يعني بتعاملني كده بالمليم. يبقى يوم ما ياخد عايز ياخد بالفضل، ويوم ما يعطي ده ده كمان الحقاني، فما بالك بقى اللي بياخد غير حقه. فاللي ياخد غير حقه كسر حقه، مش كده المصريين يقولوا كده؟ اللي ياخد من حقه غير حقه كسب حقه. ايه حقه دي؟ ايه حقه دي يا مصريين؟ مش عارف، نسمح يعني جسر رقبته مثلا، اي حاجه يعني، دعوه كده يعني. الذين اذا اعطوا الحق قبلوه، واذا سئلوه بذلوه. يبقى حقه وعارف انه حقه، والتاني طبعا يقول له: طب خده كمان. اللي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص، مش يعملها قضيه. اخوه طماع وشايفه طماع، يقوم يقول له: لا انا هاخد كده، ارفع قضيه. يقوم يعيش في عداوه مع اخوه. طب ما اخوه طماع وانت ربنا كرمك وعندك عفه في نفسك وقانع، خلاص عالج طمعه كانك خدته للدكتور وقال لك: علاج الطمع ده تديله 100,000 جنيه ويخف. خلاص خففه، ادفع له 100,000 جنيه. ما لو احتاج عملية 100,000 يعني هو مش معاه تحت تعال، فهو محتاج عملية جراحية لإزالة الطمع من قلب. هذه العملية إنه ياخد منك الحاجة المتميزة في الإرث. طب ما تديها له يا سيدي ويخلص، خليه يتعالج. ما هو النبي كان بيعالج بعض الطماعين كده، يديله 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 لحد ما يتأهل. وبعدين يقول له: خلاص يا رسول الله، والله لا أسأل أحد بعدك أنا. مش كان النبي بيعالج بعض النفوس كده بالطريقة دي؟ فدي علاج، علاج برضو رباني، يعني تديله لحد وهو طماع، لحد ما تملى عينه الفارغة. لما تتملي عينه الفارغة تلاقي بعد كده يشفى من الطمع، صح؟ فاعتبر ان الطمع ده اللي أصيب بيه أخوك اللي قاعد بيكلمك ده وبتقسمه مع بعض، انه عنده مرض عضال، وقال لك المرض ده محتاج عملية وأدوية بس غالية شوية. تقول له: طب العمليه دي تتكلف قد ايه؟ قال له: تتكلف اللي هو طمعان فيه الدهون. ادي تكلفته الدهون. تقوم تديها له كده طوعيه. عارف اما تديها له طوعيه يحبك قوي. لو خدتها وهي حقك يكرهك جدا. ويعيش طول عمره يصرف اضعاف اللي كان هياخده منك عند المحامين عشان يقرفك ويضايقك. ويورث عداوتك لاولاده. ويبقى قطيعه رحم. شفت المصايب اللي بتحصل؟ كل ده ما كنت اديته اراضي الارض يا عم الزياده اللي كان نفسه ياخده ده عناصيه، ده هو هيبقى اراضي مباني وبتاع، وانت خد الايراث اللي مليان فران اللي مش مشكله. ايه يعني؟ اما تشتري محبته وصله الرحم بالمبلغ ده يعني بايراث ارض، ايه يعني؟ ما انت كسبان، صح ولا لا؟ لكن ايه، عند الامتحان كثير من الناس يعني بتحتاج ملحق، يسقط وعايز يعمل ملحق تاني، ويسقط وعايز ملحق تاني، لحد في الاخر ما يستنفذ مرات رسوبه
وبعدين يرفضوه ويصلوا عليه أربع ويقولوا الحمد لله استريحنا. وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. كل دي خصال، تحكم للناس اللي انت ترضى لنفسك، يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. الخلاصة، ويبدو ان الايه الخصال دي لو قعدناها هنضيع الورد بتاعنا، فكفاية علينا النهاردة كده ونكمل بكرة. ادينا نعلم بس ورقة ورقة. أنا وجزاكم الله خيرا.